اوكي شباب، نبدي وياكم المحاضرة شباب. موضوعنا الأخير بهذا الشابتر اللي هو frictionless flow with heat transfer in constant area duct. مثل ما تعرفون الموضوع السابق كان عن الاحتكاك وتأثيره في مجرى ثابت المساحة، تمام؟ قلنا احنا بالاساس عندنا ثلاث تاثيرات رئيسيه على الكومبريسبل فلو، اللي هما تغير مساحه المقطع ووجود احتكاك ووجود انتقال حراره. فاخذنا تاثير مساحه المقطع واخذنا تاثير الاحتكاك، واليوم راح ناخذ تاثير انتقال الحراره. فلو كان عندك دكت ثابت المساحه ولا يوجد فيه تأثير الاحتكاك، وأيضا بما أنه ثابت المساحة يعني ما عندنا تأثير تغير المساحة، ولكن فقط عندي تأثير انتقال الحرارة. أقصد بتأثير انتقال الحرارة يعني أما كسب انتقال حرارة أو فقدان، يعني أما اكتساب أو فقدان، يعني أما تسخين أو تبريد. ما اعرف صوتي واضح لو شباب؟ عندك كلمة؟ واضح. نعم واضح واضح دكتور، واضح مسجلة. نعم اسجلها. فلو تشوفون امامكم هنا ايضا اخذنا كنترول فوليوم داخل دكت ثابت المساحة، وموجود به انتقال حرارة، يعني اما دخول او خروج، يعني اما تسخين او تبريد. هذه الكيو هي كمية الحرارة، كيو سمول. فخواص الجريان اللي هي الضغط والتمبرتشر والرول كثافة والاستجنيشن بريشر والاستجنيشن تمبرتشر والفيلوستي كلها تتغير بسبب وجود تبادل حراري بين المائع اللي دا يجري داخل الدكت وبين المحيط الخارجي. تلاحظون انه الفرق بين هذا النوع من الجريانات والنوع السابق اللي هو الجريان الاحتكاكي، انه الاستجنيشن تمبرتشر هنا شبيها متغيرة، بينما في الجريان الاحتكاكي كانت ثابتة. تمام؟ ليش؟ لانه الجريان هنا هو جريان يحتوي على انتقال حرارة، بينما هناك كان الجريان أديباتيك. تمام؟ أيضا مثل باقي المواضيع السابقة هذا الموضوع بمعادلات، وهذه المعادلات كلها مجدولة على شكل جداول. من تلاحظون هذه معادلات الجريان العديم الاحتكاك ومع انتقال الحرارة في مجرى ثابت المساحة. هذه معادلة التي ستاجنيشن على تي ستاجنيشن ستار، هذه معادلة الفي على في ستار، هذه معادلة البي على بي ستار، هذه الرو على الرو ستار، هذه التي على التي ستار، هذه البي ستاجنيشن على البي ستاجنيشن ستار، وهنا هذه الدلتا اس على سي بي. هذه المعادلات موجودة في جدول. احنا يعني بالنسبة للجداول الجدول هو للهواء فقط، ولكن اذا يجيك غاز اخر لازم تستخدم المعادلات. يعني بالنسبة لنا احنا راح نستخدم فقط الجداول، المعادلات غير مطلوبة يعني الحفظ مالها. فهذا الجداول اللي موجودة هنا مثل ما تلاحظون امامكم تحتوي على هذه النسب اللي هي على شكل معادلات مثل ما شفنا قبل قليل، فكلها تعتمد على الماخ نمبر. ايش قد قيمة الماخ نمبر؟ ينطيك الريشيو المطلوبة. تلاحظون كلها ستار، كلها كريتيكال فاليو. ليش؟ لانه الكريتيكال هي الحالة المرجعية هنا، ما عندنا ستاجنيشن حالة مرجعية، كلها كريتيكال. تمام؟ يعني حتى الاستجنيشن متغيرة،
لهذا خالين كريتيكال للاستجنيشن مثل ما تلاحظون تي استجنيشن على تي استجنيشن كريتيكال بي استجنيشن على بي استجنيشن كريتيكال اوكي المعادلة الأساسية مثل ما كان عندنا معادلة مهمة في الجريان الاحتكاكي هنا أيضا في الجريان مع انتقال حرارة توجد عندنا معادلة أساسية اللي هي الكيو يعني كمية الحرارة تساوي السي بي اللي هي السبيسيفيك هيت ات كونستانت بريشر للغاز مضروبة في الاستجنيشن تمبرتشر بالنقطة 2 يعني نقطة المخرج خلينا نقول ماينس تي استجنيشن 1 اللي هي نقطة الاستجنيشن تمبرتشر في نقطة الدخول تمام اذا الاستجنيشن تمبرتشر مهمة في حساب كمية الحرارة المضافة او المطروحة يعني في حالة التسخين او في حالة التبريد واضحة شباب إلى هنا؟ نعم دكتور إذن هاي المعادلة تنحفظ يعني فقط هذه المعادلة ضرورية اللي هي معادلة 5-44 يعني لا تكاد مسألة تخلو من هذه المعادلة مثل ما كان عندنا فانولاين في الجريان الاحتكاكي هنا أيضا عندنا ريلي لاين اللي يمثل ايضا العلاقة بين الانتروبي والتمبرتشر مثل ما تلاحظون التمبرتشر هو المحور الشاقولي والانتروبي هو المحور الافقي شوفون هذا المنحني ايضا يحتوي على قمة بقمة هنا اللي عند القمة يكون الماخ نمبر 1 يا هذا منحني الخواص يعني عندما يكون منطقة الدخول نقطة الدخول تقع هنا ومنطقة الخروج هنا يعني هذه نقطة واحد هذه نقطة واحد وهذه نقطة اثنين فالخواص بين اثنين واحد راح تتغير بسبب انتقال الحرارة تمام خلينا نشوف شلون كان تتغير في حالة التسخين الهيتينج هاي هي حالة التسخين يكون اتجاه يعني المدخل الى المخرج بهالاتجاه يعني نقطة واحد بعدين تجي نقطة اثنين اما في حالة التبريد ف يكون الأمر معكوس يعني نقطة واحد راح تكون بهالاتجاه ونقطة اثنين بهالاتجاه تمام؟ أيضا هذا وين هذا كله في هذا الجزء العلوي عندما الماخ نمبر يكون سابسونيك عندما الماخ نمبر يكون سوبرسونيك فالتسخين ايضا يكون بهالاتجاه يعني نقطة واحد بنقطة اثنين والتبريد يكون بالعكس يعني نقطة واحد هنا ونقطة اثنين هنا شنو معناه هنا تبريد وتسخين واتجاهات وهذا كل الامر ما مفهوم مو صحيح بالضبط هسه نجي نفتهم اكثر شلون الماخ خلينا ندرس الماخ نمبر الماخ نمبر في حاله السابسونيك يعني الجزء العلوي للكيرف في حاله السابسونيك وفي حاله الهيتينج يعني في حاله التسخين دائما في حاله التسخين الماخ نمبر يتجه نحو الواحد يتجه وين نحو الواحد يعني بالمدخل عندك ماخ نمبر معين بالمخرج
يقترب من الواحد، يعني لازم اتجاه مع اتجاه الجريان الماخ نمبر يتجه نحو الواحد. فلو كان الماخ نمبر بالدخول سابسونيك فش راح يصير به حتى يتجه نحو الواحد؟ يزيد لو يقل؟ يزيد دكتور. منو جاوب؟ انا دكتور. تمام، يزيد. واذا كان ماخ نمبر اكبر من واحد يعني سوبرسونيك وعندنا تسخين راح يقترب من الواحد، الماخ نمبر يقترب من الواحد، يعني شو يصير؟ بيزيد لو يقل؟ يقل. في حالة التبريد الأمر معكوس، يعني شلون؟ يعني عندما يكون عندنا تبريد فمع اتجاه الجريان الماخ نمبر يبتعد عن الواحد، يبتعد. يعني شلون يبتعد؟ يعني إذا دخل سابسونيك مثلا قيمته 0.3 الطالع الخارج يكون بعد أبعد عن الواحد، يبتعد عن الواحد، يعني شو يصير بيه؟ يقل. مو تمام؟ يعني لو دخل 0.3 يجوز أتوقع يطلع 0.1 أو 0.2، يعني أقل بعد أكثر. يعني دكتور بالحالة الأولى أكثر من الواحد، مو يقل عن الواحد. بالحالة الأولى. بالحالة الأولى اللي هي حالة التسخين يقترب من الواحد. أما في حالة التبريد يبتعد عن الواحد. واضح؟ لو أعيد. نسوي مثال، مثلا لو كان عندي الدكت بهالشكل، هذا دكت هنا نقطة الدخول نقطة واحد وهنا نقطة الخروج هي نقطة اثنين. فلو يدخل ماخ نمبر مثلا سابسونيك 0.5 واني راح اسخن اضيف كيو حرارة تسخين، فش اتوقع يطلع ماخ نمبر؟ ايش راح يصير؟ بيزيد لو يقل؟ يزيد، لأنه دا يتجه نحو الواحد لأن عندي تسخين، فأتوقع يكون الماخ نمبر يكون أكبر من 0.5 أكبر. تمام، أكبر من 0.5، لكن هل يوصل سابسونيك سوبرسونيك العفو؟ هيش المفروض يكون ماخ نمبر أكبر من 0.5. فما يوصل للسوبرسونيك، يوقف للواحد. تمام، يعني اظل اضيف حرارة الى ان يوصل الماخ نمبر بالاكزيت واحد. تمام، اذا دخل سوبرسونيك مثلا 1.7 شي يصير بي؟ يقل. يعني انا اتوقع انه يكون اقل من 1.7 أقل من 1.7. زين، يعبر الواحد لو ما يعبر؟ ما يعبر، يعني يوقف لحد الواحد. فالحالة نفس حالة الفريكشن، هذه وين؟ بالتسخين. أما بالتبريد راح يكون الأمر بالعكس. بالتبريد
إذا كان عندي تبريد يعني الكيو شبيها دا تنتقل للخارج فعند ما يدخل سبسونيك يعني أقل من واحد اللي هي مثلا 0.5 شو أتوقع يبتعد عن الواحد يعني شو يصير أقل أو أكثر من 0.5 إذن أقل من 0.5 يعني شنو يبتعد عن الواحد وإذا دخل سوبرسونيك فأتوقع يكون أكبر من القيمة بالدخول واضح؟ واضحة؟ واضح هذا المثال؟ نعم نعم تفضل السبسونيك بكل الحالات راح يزداد مع زيادة الحرارة ويقل مع انخفاض الحرارة انتبه هنا عندك عندك كمية حرارة وعندك درجة حرارة لا تخبط بيناتهم كمية حرارة هي كيو درجة حرارة هي تي تمام فأنت إذا تقصد الكيو فالسبسونيك عندما يكون عندك تسخين يزيد الماخ نمبر وعندما يكون عندك تبريد يقل الماخ نمبر يعني الكيو صار مخزون أول كتير درجة نعم بعد أكو ملاحظات سؤال إضافات الآن ننتقل إلى مثال يوضح لنا هذه الفكرة يعني أقرأ لكم المثال إذا ما عندكم أي استفسار على الموضوع